ونتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا محمد وشكرا هبة. ومشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. كشف البنك المركزي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2022-2023. وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2022-2023 تحسنا ملحوظا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار. وأعلن البنك المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار. وكشف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع ليسجل نحو 7.9 مليار دولار. أصدر بنك الأهلي ومصر حزمة شهادات ادخار جديدة بالدولار الأمريكي تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر في ظل تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة للاقتصاد المصري. يبدأ العمل بالشهادات صباح الأربعاء في كافة فروع البنك الأهلي وبنك مصر وعبر القنوات الإلكترونية المختلفة سواء الإنترنت أو الموبايل البنكي وكذلك ماكينات الصراف الآلية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة فرض شركات الاتصالات رسوما على متلقي المكالمات التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من أغسطس المقبل. وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية مشددا أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيا. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول مؤشرات قطاع الخدمات. واستعرض مركز المعلومات في التحليل الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات مشددا على أنه يشهد نموا متزايدا عالميا ومحليا ويمثل بوابة أساسية للاقتصاديات لتحقيق التنمية. وأضاف المركز أن قطاع الخدمات يعد محركا رئيسيا للاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء لكونه المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات. وارتفعت العقود الآجلة لخامبرنت بنسبة 35% لتصل إلى 83 دولارا و3 سنت للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 39% ليصل إلى 79 دولارا و5 سنت للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4% لتصل إلى $2.76 للتر. وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتصل إلى $2.67 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يجتمع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدا لحسم وتحديد مصير سعر الفائدة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه لا يستبعد رفع سعر الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية للحد من ضغوط الأسعار المستمرة وتهدئة سوق العمل الأمريكية. In particular, without price stability,
we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى محمد وهيبة. شكرا لك محمد.